فيديو جديد انتشر خلال الساعات اللي فاتت بيخص نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة اللي انتهت حياتها على ايد زميل ليها اسمه محمد عادل قدام بوابة الجامعة، والفيديو متصور جوه المشرحة. وفورا كان لعيلة نيرة رد فعل على الفيديو. طيب ايه هو رد فعلهم وايه تفاصيل الفيديو ومين صوره؟ ده اللي هنعرفه في التقرير بتاعنا. أسرة نيرة أشرف ضحية وقعة المنصورة أعلنت عن أول تحرك ليها بعد انتشار فيديو بنتهم جوه مشرحة مستشفيات المنصورة الدولي، وأكدوا كمان أنهم هياخدوا كل الإجراءات القانونية اللازمة وهيتقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الشخص اللي سرب الفيديو على مواقع السوشيال ميديا وتحديدا الفيسبوك. الفيديو طبعا سبب صدمة كبيرة جدا لأفراد عيلة نيرة، الصدمة بالنسبة لهم معنوية ونفسية، وهم بيشوفوا مشاهد التمثيل وكشف عورات بنتهم بعد انتهاء حياتها على ايد زميلها الطالب محمد عادل، واللي اتحكم عليه هو كمان بأقصى درجات العقوبة بعد مثوله أمام محكمة جنايات المنصورة. وبعد تسريب فيديو نيرة أشرف، قال والدها أشرف عبد القادر إنه تواصل بالفعل مع المحامي خالد عبد الرحمن وفوضه وعمل له توكيل إنه ياخد كل الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص الشخص اللي سرب الفيديو ده علشان القصاص لبنته الضحية. وقال كمان في تصريحات صحفية: حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا يصبرنا وقادر على كل شيء. وبعد تسريب فيديو نيرة أشرف في نفس السياق، أعلنت شروق أشرف أختها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، كتبت بوست وقالت فيه: خدنا كل الإجراءات القانونية وأصعب مشهد نشوف أختنا في المشرحة، حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي متعاطفين مع القاتل اللي مثل بجثتها وأطاح بحياتها غدر. أما بالنسبة لهدير أشرف أخت نيرة التانية، قالت بعد تسريب فيديو نيرة برضو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: نيرة وحشتيني يا نيرة، قلبي مكسور، يا رب ده وجع أكبر مني ومن تحملي، لحظات مش بصدق إنك روحتي ومش راجعة، يعني كده خلاص مش هشوفك تاني، أنت الصغيرة إزاي تمشي كده بسرعة؟ طب عرفيني أشبع منك، يا رب أربط على قلبنا ونزل علينا الصبر، اللهم اجعلها هادئة آمنة مطمئنة في نور من نورك، اللهم اجعلها في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بشرها بروح وريحان وجنات النعيم. وبعد تسريب فيديو نيرة أشرف، قالت كمان أختها في بوست تاني على الفيسبوك: أنا بمر بانهيار نفسي، أول مرة في حياتي أحس إن روحي مسحوبة، حزن قلبي عمر ما مر عليه، تايهة في الدنيا، ناس بتكلمني تقولي ما نمناش بعد الفيديو يومين. طيب إحنا حد تخيل إحساسنا إيه؟ وجعنا إزاي؟ أختي اللي من دمي تموت لوحدها، محدش جنبها، وصحابها يدخلوا امتحانهم وهي حبيبتي تروح مكان تاني، بس انت جميلة عند ربنا يا نيرة، لا يضرك بشر، منعمة بالجنة، يا رب ادعو لها دائما وادعو لنا بالصبر.